للجميع. هكذا مشاهدينا الاعزاء والافاضل انطلاقة اخرى وتواصل اخر في انطلاقاتنا الصباحية لهذا اليوم، حيث نبدأ مع ثاني جولات هذا الصباح، وثاني الجولات مخصصة للأبكار المحليات الأصايل، منطلقة هنا في هذه اللحظات مع دفعة جديدة من المحليات. المركز الأول نسير مباشرة إلى الهبيبة، من تتقدم لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، ينطلق من خلال هذه اللحظات ويسير مباشرة إلى أهالي السمحة. بينما في المركز الثاني نأتي مع وجود الرقاصة، من تحتل المركز الثاني تعود الملكية، حمدان بن سعيد بن يابر يقدم هذا الاسم وهذه المشاركة من خلال منافسات هذه اللحظة في ثاني المراكز. المركز الثالث دفرة قادمة، دفرة لحمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسة يقدم دفرة، من تتواجد على المركز الثالث. انتقل الى المركز الرابع، هذه الشاهينية لانهيان بن نوبي بن عزيز المحرمي يتقدم الى المركز الرابع، والمركز الخامس وصول من قبل ديم لسعيد بن حميد بن سعيد الغيث، يصل هنا مع هذه اللحظة ويحتل المركز الخامس. بينما في المركز السادس المنصوري، هنا شعار سعيد بن عبيد ولكن حصل تغيير من شعار بلعود. بالمركز الخامس الان الى المركز الرابع، هذه اللي وصلت وتقدمت جموح مبارك بن حمد بلعود العامري، بينما في المركز الخامس تقدمت هملوله لمنصور بن صالح بن هزيم المزروعي، ياتي على خامس المراكز في هذه اللحظات. سادس المراكز نسير الى مخايل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، طيار الوثبة يقدم لنا مخايل تتواجد على المركز السادس، المركز السابع للرفيسة، المركز الثامن هذه الشاهينية لنهيان بن نوبي المحرمي، والمركز التاسع الشاهينية راشد بن محمد بن دري المنصوري يحتل المركز التاسع. بينما في المركز هكذا كانت النتيجة، هكذا هي حيثياتي وانطلاقات هذا الشوط. التنافس والتحدي يبقى دائما مشاهدينا الكرام في منافسات هذه الفئة العمرية، استمتاع في سن الإذاعة. أعود إلى المركز الأول والسمحة، حيث السيطرة من خلال وجود الهبيبة، سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي يقدم الهبيبة، من تتواجد على المركز الاول. لكن الرقاصة بدأت ترقص على مقدمة الشوط، حمدان بن سعيد بن يابر الان يغير الى المركز الاول وينتقل مباشرة الى الصدارة. المركز الثاني هذه اللي وصلت الان هملولة، منصور بن صالح بن هزيم المزروعي يتقدم ويحتل المركز الثاني، يقدم كذلك هذا الاسم. جموح قادمة، جموح تحضر في هذه اللحظات لمبارك بن حمد بالعود العامري، يقدم لنا جموح من تتواجد على المركز الثالث. بينما الرميثي يتراجع الى المركز الرابع، عبد الله بن محمد الرميثي ياتي هنا في مشاهدينا الكرام، سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي والي السمحة يا سلام قدمون دفرة خادمة، حمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسة وهالي الديد أيضا في الحضور والمشاركة مستمرين. بينما في المركز السادس هذه ديم قادمة، سعيد بن حميد الغيث ياتي ويحتل المركز السادس، بينما مخايل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري تحتل المركز السابع. المركز الثامن هذه اللي تقدمت الآن الشاهينية لنهيان بن نوبي المحرمي، والمركز التاسع ياتي راشد بن محمد بن مهير المنصوري مقدما هذه الشاهينية. بينما عاشرا دكتور الأصايل يقدم الظبي لسلمان بن علي بن رشيد الاكتبي. هكذا النتيجة للمراكز العشرة الأولى، عشرة أسماء أولى اليوم، يعني مشاركات قوية من الشعارات من الانطلاقات المميزة. ولكن نعود إلى بن هزيم يريد أن يهزم الجميع، حيث
ينتصر هو في هذه اللحظة ويقدم لنا هملولة. هملولة مشاركة منصور بن صالح بن هزيم المزروعي لا يزال على مقدمة الشوط، يقدم لنا هملولة وهي تسيطر على ناموس الشوط بكل تحدي وبكل قوة. هذه أمامكم على الشاشة وعلى المركز الأول، لكن هنا الرقاصة لا زالت في المركز الثاني. الرقاصة في المركز الثاني يعني يبغي لها مراقبة، يبغي لها مراقبة حمدان بن سعيد بن يابر بينما في هذا التحدي. بينما في المركز الثالث، المركز الثالث لجموح، هذه جموح بارك بن حمد بن العود العامري، ولكن شوف التسلل من الظبي، الظبي قادمه الا دفره حمد بن عبد الله بن خلفان الرفيسه، الظبي لسلمان بن علي بن رشيد قادمه في المركز الثالث الان. المركز الخامس من الجانب الاخر شاهينيه نيان بن نوبي بن عزيز المحرمي، هذه الخماسيه، هذه الخماسيه اللي بتروح مع خط النهايه، وخط النهايه يرحب الخماسية، يرحب كذلك الألماسية من خلال هذه النوعيات الأصايل. هذه العودة إلى الرقاصة، لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة الرقاصة في مقدمة الشوط. حمدان بن سعيد بن يابر على المقدمة والصدارة، وهي من تحمل التحدي والتنافس في إشارة الناموس الأول. ما شاء الله تبارك الله، الرقاصة سيطرت بينما محاولات من بن هزيم مع هملولة. صالح بن هزيم المزروعي يقدم هنا هذه اللحظات، منصور بن صالح بن هزيم المزروعي ما شاء الله. بن مهير قادم، راشد بن محمد بن مهير 1200 على خط النهاية، راعي مصيحة يا بن دري يا بن دري يا بن دري قادم، ولكن هنا دكتور الأصايل يقدم الظبي، يقدم الظبي سلمان بن علي بن رشيد الاكتبي، يتقدم في هذه اللحظة إلى المركز الثاني. الكيلو الأخير، يلا خذ حذرك يا الشقي الصغير، هذه القادمين راعي مصيحة قادم، وكذلك دكتور الأصايل قادم. وين 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 عودة إلى الصراع الأول، ما شاء الله المقدمة، ولا زالت هذه الرقاصة، الرقاصة لحمدان بن سعيد بن يابر. يلا يا هالي ند الشبه، يلا يا هالي زعبيل، المركز الاول، المركز الاول. هل العوير حاضرين؟ هل العوير حاضرين مع دكتور الاصايل سلمان بن علي بن رشيد الاكتبي، وكذلك الشاهينيه لنهيان بن نوبي المحرمي قادم في المركز الثالث. لكن عادت هذه الرقاصه في مقدمه الشوط، الرقاصه مسيطره بدون اي تعليمات، ما شاء الله سلال الهملوليه هذه من خلال يعني مراكز الابحاث التجاريه. ناخذ المركز الثاني، المركز الثاني الظبي، الظبي 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 قادمه سلمان بن علي بن رشيد الاكتبي، يقدم الظبي، الظبي الظبي الظبي، ولكن الصداره، الصداره لهذا الشوط، لهذا التحدي. سلام الى اهالي ند الشبه، سلام للشقي الصغير، سلام لحمدان بن سعيد بن يابر. هذه امامكم مشاهدينا الكرام، الرقاصه ترقص على ارضيه الميدان بمقدمة الشوط بهذا الأداء الجميل اللي قدمته. تهانينا والناموسة لحمدان بن سعيد بن يابر، وسلام إلى أهالي ند الشبه، سلام على فوز الرقاصة بالمركز الأول. المركز الثاني الظبي سلمان بن علي بن رشيد الكتبي حلت في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه القادمة مشاهدينا الكرام هذه مزعلة الصغير بن عبد الله بن بدر العامري. المركز الرابع مخايل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، والمركز الخامس، المركز الخامس شاهينية لنهيان بن نوبي بن عزيز المحرمي. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، هذه الرقاصة حلت بالمركز الأول، توقيت الزمني 9:18 6 أجزاء من الثانية. حمدان بن سعيد بن يابر تهانينا على الفوز والانتصار والناموس. المركز الثاني هنا الحضور من الظبي سلمان بن علي بن رشيد الكتبي، كانت حاضرة و 9:21 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما اللي حلت في المركز الثالث كان شعار بن بدر، هذه مزعلة صغير بن عبد الله بن بدر العامري. توقيت الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون مشاهدينا الكرام 9 من الدقائق، وهذه لحظات الوصول و 28 ثانية و 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس.